ساتر يا رب. هكذا تحولت تظاهرات لمئات الشبان ضد قرار مصر منع عبور قافلة شريان الحياة إلى قطاع غزة. المشاركون بدأوا بإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة على قوات الأمن المصرية التي انتشرت بكثافة على الحدود مع القطاع، بل وتمكن عدد منهم من عبور الحدود واعتلاء برج المراقبة. وعلى الفور بدأ التحرك على الجانبين. على الجانب الفلسطيني، قوات الأمن والشرطة في الحكومة المقالة حاولت تفريق المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، كما اعتقلت عددا كبيرا منهم. القوات على الجانب المصري أطلقت أعيرة نارية وقذائف مسيلة للدموع واستخدمت خراطيم المياه. مراسل بي بي سي أكد سقوط عدد من الإصابات، نقل معظمهم إلى المستشفيات المجاورة. أما التلفزيون الرسمي المصري فقد أكد مقتل جندي من قوات حرس الحدود المصرية خلال تبادل لإطلاق النيران بين الجانبين. المكان هو أمر مشين لكل فلسطيني ومشين لكل من هو مقيم في قطاع غزة ومشين لكل من يسيطر أو يدعي السيطرة على هذا القطاع. الجانب المصري يصون حدوده. الجانب المصري يلتزم بضبط النفس. أعتقد أنه ليس أكثر من ذلك ضبط نفس عندما يقتل لك جندي أو يقتل لأي دولة جندي، وتلتزم ضبط النفس إذا ما يحدث. وبالتوازي مع هذا المشهد، تصاعدت المناشدات على الجانبين المصري والفلسطيني عبر المسؤولين ومن خلال مكبرات الصوت بضرورة إخلاء المنطقة، خصوصا المنطقة القريبة من بوابة صلاح الدين. ندعو جميع الإخوة في الجهة الغربية إلى التزام الهدوء والانضباط في المسيرة. لكن دون جدوى، مما أجبر قوات الأمن المصرية على الدفع بمزيد من التعزيزات المتمثلة في أعداد قوات ومدرعات حاملات جنود وتجهيزات عسكرية أخرى. هناء عوني، بي بي سي.